قررت وزارة الدفاع إحالة قائد القوة الجوية أنور حما أمين وعدد من الضباط على التقاعد، وذلك لبلوغهم السن القانوني. وبحسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، حصلت قناة صلاح الدين على نسخة منها، فقد تمت إحالة 58 ضابطا تبدأ بالتسلسل أولا الفريق الركن أنور حمد أمين، كما تضمنت الوثيقة إحالة ضابط برتبة رائد على التقاعد لأسباب صحية.